مرحبا بكم مستمعي إذاعة لودجي راديو ومشاهدي قناة لودجي تي في. فقرة تيكويك، فقرة اللي كرافقكم من خلالها أنا عايشة بوسكين في إطلالة في آخر مواقع في لنوفيل تكنولوجي هاي تيك اي ديجيتال، باش هكذا ترجع حياتكم اليومية أذكى وأسهل. احتفل العالم يوم أمس البارحة 4 أبريل بالذكرى 50 لاختراع أول هاتف محمول باليد، وهي فرصة مستمعينا لنقف جميعا ونتعرف على القصة وراء هذا الاختراع. يعود إجراء أول مكالمة باستخدام هاتف خلوي في التاريخ للمخترع الأمريكي مارتن كوبر، وذلك في 3 أبريل 1973 حين كان يعمل في شركة موتورولا التي استثمرت الملايين من الدولارات للوصول إلى تلك التقنية قبل منافسيها. واستطاعت موتورولا آنذاك التغلب على شركة بيل التي سيطرت على الاتصالات لمدة قرن كامل قبل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت بيل أول من طرحت فكرة الهواتف المحمولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، واستطاعت تركيب هواتف بالسيارات بنهاية 60 القرن الماضي نظرا لاعتماد تشغيلها على بطاريات كبيرة الحجم. لكن مع بداية 70 جمع كوبر فريقا ضم خبراء في أشباه المواصلات والمرشحات والهوائيات، عملوا على مدار الساعة لمدة 3 أشهر حتى توصلوا إلى أول هاتف خلوي. واحتفل كوبر باختراعه الذي تفوق به على غريمه جويل إنجل مدير شركة بيل، وذلك بإجراء مكالمة معه قال فيها: جويل، هذا مارتن كوبر، أتحدث إليك من هاتف محمول لكن هاتف خلوي حقيقي شخصي محمول باليد. وأضاف المخترع البالغ من العمر 94 عاما: كان هناك صمت على الطرف الآخر من الخط، أعتقد أنه كان صوت سرير أسنانه. من الجدير بالذكر أن أول نسخة تجارية من هواتف موتورولا المحمولة قد بلغ وزنه 1 كيلوغرام، واحتوى على بطارية يمكنها العمل لمدة حوالي 25 دقيقة بحد أقصى، كما بلغ سعره 5000 دولار أمريكي. ونحن نتحدث مستمعينا عن الهواتف المحمولة، تعالوا معي لنلقي نظرة على أبرز أولى أنواع الهواتف المتطورة. يعود أول ظهور لهاتف ذكي شركة اي بي ام الأمريكية مع هاتف سايمون بيرسونال كوميونيكيتور المعروف اختصارا SPC، والذي طورته الشركة عام 1994. تميز هذا الجهاز الكبير إلى حد ما بشاشة تعمل باللمس، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التي لم تكن تسمى آنذاك بتطبيقات مثل الآلة الحاسبة. أما عن أول هاتف محمول مزود بكاميرا فقد كان السامسونج SHV2000. كان هذا الهاتف قادر على التقاط 20 صورة فقط، لكن يجب توصيله بجهاز كمبيوتر للوصول إلى الصور. كما أن هاتف JCH04 لشركة شارب كوربوريشن كان أول هاتف محمول مزود بكاميرا لديه القدرة على إرسال الصور، والذي تم إصداره سنة 2000. وأخيرا مستمعين، أول هاتف محمول موصول شبكة الانترنت كان لشركة نوكيا مع هاتف نوكيا 9000، والذي تم إصداره سنة 1996. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة تيكويك. نضرب لكم عيد لاسومي بخوشانتي كامل على تيريتاتكم رقمية لودجي راديو، وكذلك على قناتكم لودجي تي في.